26,000 مخالفة جمركية سجلتها مصالح الجمارك سنة 2015، منها ما تعلقت بالغش في السجلات التجارية وأخرى بالتهريب وكذا الصرف، لتبلغ الغرامات المالية لهذه المخالفات 184 مليار دينار جزائري. فيما يخص المخالفات الجمركية، عندنا 26,000 مخالفة بالنسبة لسنة 2015. كاين 19,000، أكثر من 19,000 مخالفة بالنسبة للغش التجاري. عندنا 6,000، أكثر من 6,000 فيما يخص التهريب، أكثر من 800 مخالفة فيما يخص التشريع، مخالفات صرف ليزاموند، يعني الغرامات مبلغ نتاعهم هي 184 مليار دينار. وقد حجز أعوان الجمارك على مستوى الموانئ الحدود والمطارات 3 ملايين أورو مهربة، والتي ارتفعت مقارنة ب 2014. المدير العام للجمارك قدور بن طاهر كشف أن كمية الذهب المحجوزة بلغت 10 كيلوغرام خلال 2015، إضافة إلى أزيد من 30,000 قرص مهلوس ومليون لتر من المحروقات. 3 مليون دورو سيزي، هادو المسافرين ما نساوهمش، يا باك لو كوتي كونتينر، يا الكوتي اوسي فواياجور باساجي ماريتيم ايريان تيرستر، اكثر من 30,000 كومبريمي بسيكوتروب. سيت اني الكاربورون بلوس دي مليون دو لتر، ريك لا دوانا جو بارل لو شيفر دوانا، بلوس دي مليون دو لتر 38% بارابور ا 2014 كي اون ايتي سيزي او نيفو دو نو فرونتيير. وعن التحويلات المالية غير القانونية، فقد بلغت 550 تحويلا ماليا، والتي تجاوزت الغرامات المالية لهذه العمليات غير الشرعية 68 مليار دينار جزائري. Il y a eu un peu plus de 550 infractions. Ça c'est transfert. C'est transfert. C'est les problèmes de change, infractions de change. Il dépasse 68 milliards de dinars en termes donc d'amende. إذن ها هي مديرية الجمارك حريصة كل الحرص على تجديد الرقابة من خلال استحداث مراكز مراقبة بمختلف الولايات لرصد جملة المخالفات، مع العمل على تحسين التحصيل الجبائي المدعم للخزينة العمومية.